في حارس الأهلي الكابتن حسين الشحات نجم الأهلي ومنتخب مصر. يا ولد يا ولد حط واحدة إيه مدفع. وحوار استثنائي مع شوبير حارس الأهلي. حسين الشحات والهدف هو جول الأول. يكشف أسرار المصالحة مع محمد الشيبي ويتحدث عن كواليس التتويج بالسوبر وحصد كأس الثلاث قارات وطموحات الفريق في مونديال الأندية، ويستعيد ذكريات الإنجازات والبطولات وتحطيم الأرقام القياسية. انتظر حسين الشحات مع حارس الأهلي على قناة الأهلي.